شيء عجبك في الجمهور في صراحة يعني حسيت دعمهم وحبهم لي من جد يعني كأنهم أهل. قريبة أنت من التيك توك قاعدة تشوفين إيش يصير؟ أشوف. هذا إيش يرفع عندك؟ والله أحبهم مرة يعني ما أقدر أوصفها قديش كنت أحب الناس وأحب الجمهور وقديش واصلني حبهم. خلينا نطلع برا الأسئلة الثانية. إيه لا 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 ما تطلعين. اليوم كم مرة أخذت سيلفي؟ كم صورتي نفسك؟ هم صوروني أنا ما صورت سيلفي. ولا أنا ولا سيلفي. ولا شيء هم صوروني والله ما صورت. ما صورت الجوال. لا. وش أهم شيء كنت محضرته اليوم؟ صراحة ما أعرف كله جب كذا بالتوفيق. لو جاي يعني لو راح عليك الحفل ما عرفت اللي متأخر إيش حتسوي؟ بزعل تجين؟ بجي بسرعة سشوار على الطريق.